فنان برؤية فكرية وفنية أصيلة، رائد في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ولوحاته دليل عشق وفضاءات من الخيال والإبداع. أجاد ترويض خياله وأدواته، وجعل من لوحات الخط العربي إيقاعاً موسيقياً متناغماً تنساب كنهر عذب مقدس، يظهر جمال الخط العربي وسحر الآيات الكريمة بقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. بدأت رحلتي مع الخط العربي منذ الطفولة. قد لاحظ الأستاذ اللغة العربية بأني أمتلك يعني موهبة الخط العربي، فكنت في البدايات أذكر الصف الرابع أو الخامس، كان هذيك الأيام كانت هناك شيء اسمه السبورة أو اللوحة اللي يكتب الطبشورة، فكنت كل صباح أكتب الترويزة تبعت الموجودة فوق اسم الدرس اللغة العربية والتاريخ واليوم. ثم بدأت رحلتي يعني يكبر الحرف معي والبحث عن الحرف. ياسر الجرابعة خطاط يدوي أصيل، أودع في فنه قبسا من المحبة والمشاعر، ينثر الورد من مرسمه من خلال لوحاته وألوانه إلى محبيه. عرفوا الكثيرون الخط العربي أنه يعني هو الوجه الصوري للغة العربية. اللغة العربية لها وجهان: الوجه اللفظي أنت المحكي، واللفظ الصوري. هذا نموذج للخط الكوفي المصحفي، نلاحظ هنا أنه غير مرقق، وهذا بداية الكتابة كانت في العهد الإسلامي، وهذه سورة الفلق. هذا الخط استخدم حوالي 300 عام هجري، يعني 300 عام كان يكتب بهذا الشكل بغير تنقيط. طبعا هذه سورة الفلق من أولها إلى آخرها: قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى نهاية السورة. نلاحظ أن في اللوحة هذه أمرين: الأمر للزخرفة التي تسميه الكار، والأمر الأخير الكتابة: إن مع العسر يسرى، بخط النص تعليق. فلو تخيل المشاهد أو الناظر بدون هذه الزخرفة لكان في شيء ناقص، فهذا يزيد نسبة الجمال. تكوين هذا الزخرفة مع الكتابة يعني يرفع من قيمة الجمال أكثر جمالية. ثم يعني الآن مسألة اللون كذلك، يعني الخطاط أوجد ألوان كثيرة من الأحمر والأزرق، اشتغل بهذه الألوان. هذا خط اسمه الديوان الجليل، تكوين كتبته قبل أيام: الحب من شيم الكرام. هذه اللوحة مكتوبة بحبر أكريلي كتبتها، تدرج هذا اللون بالحجم الصغير إلى الكبير بضربات مدروسة. ثم هذه استخدمت حبر لون آخر، الحبر المسمى احنا القهوة، هو لون القهوة بالضبط. لا شك بأن الخط العربي قد أضفى على نفسيتي وعلى شخصيتي الكثير، يعني كل يوم يزيد عندي معيار الجمال، أبحث عن الجمال، يعني يزيد نسبة الهدوء. الخطاط يبحث عن الهدوء دائما، شخصيته تكون يعني هادئة باحثة عن الحكمة، فلذلك هذه الأشياء دائما يعني أضافت لشخصيتي معايير قد أختلف فيها عن بعض الأشخاص، وأحافظ عليها دائما بإذن الله. بين يدينا فن عظيم، نسأل الله يعني أن يوفق الجميع للمحافظة عليه. وهمه الوحيد النهوض بفن الخط العربي وحمايته من الاندثار، ليكون شاهدا على العصر وعطرا في كل يوم جديد.